يا جناح الحب فدني للنجاح، طير وارسمني بفرحة وارتياح. شايف اصراري على ضم الصباح، من طلب بالعزم غايات ينول. ما تعبت ولا توانت خطوتي، هذا هو وقتي وهذه لحظتي. شاهد احساسي تأمل نظرتي. السلام عليكم، اسمي نواف خالد الرشيد، طالب مقبل على التخرج من المرحلة الثانوية. وبفضل الله ثم والدي فقد نشأت في عالم مخترع، وشاركت في بعض اللقاءات على مستوى المملكة، مما أدى لتفوقي في المواد العلمية وبالأخص الرياضيات، وذلك بفضل الله ثم معلمين المدرسة. فقد شاركت في أولمبياد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وكرمت من مدير المدرسة. 12 عاما مرت مليئة بالذكريات تعلمت فيها كثيرا. السلام عليكم، أنا نواف بن عبد الله الصحباني، طالب في مدارس التربية النموذجية مقبل على التخرج. في البداية واجهت صعوبات في مادة الفيزياء، ولكن بفضل الله ثم المعلمين اجتزت هذه الصعوبات وحبيت مادة الفيزياء، وجتني الفرصة أني أشارك في مسابقة الفيزياء على مستوى المملكة، وحققت مراكز متقدمة وتم تكريمي من إدارة المدرسة. مرت علينا أوقات حلوة من نجاح وصعوبات تغلبنا عليها، كانت ذكريات جميلة جدا عشناها مع بعض وما راح ننساها أبدا. سنوات من العمل الجاد أحصد ثمارها اليوم. فرحة خرجت صفحة جديدة لما أشرقت. السلام عليكم، أنا عبد العزيز بن سامي الجاسر، طالب في مدارس التربية النموذجية من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية. منذ أن بدأت في المرحلة الثانوية درست مادة الكيمياء وحبيت المادة. قبل المرحلة الثانوية كانت فكرتي عن المادة أنها مادة صعبة ومعقدة، وبدعم من المدرسين وبتجاربي في المعامل حبيت المادة وتفوقت فيها، حصلت على درجات عالية. ذكريات السنين الماضية تجتمع في ليلة رائعة هي ليلة التخرج. أنا عبد الله بن جار الله العظيم، طالب في الصف الثالث ثانوي في مدارس التربية النموذجية. أحببت الدراسة وتطورت فيها بدعم من المدرسين، بما جعلني أحد فريق العمل على الطابعة 3D، بحيث أننا نقوم بتصميم شيء معين على الكمبيوتر ثم نقوم بطباعته كمجسم على الطابعة، وحققنا المركز الأول على مستوى المملكة. فرحة خرجت صفحة جديدة لما أشرقت. شمس الكون طالت بنور أبهرت، غنوا ألحان التهاني وقولوا يا سلام يا سلام الله على. أنا داود بن سليمان العويشق، درست في مدارس التربية النموذجية من السنة الأولى إلى سنة تخرجي. مرت علي مواقف كثيرة وأنا الآن على بوابة التخرج. بعد سنين من النجاح والتفوق شاركت بمسابقات على مستوى الرياض في الإلقاء الفردي، واستحقيت المركز الأول بعد مساعدة من مدرسي وتشجيع من الأهل، وهم لهم كل الفضل بعد الله على تفوقي واجتهادي. فرحة خرجت
شكرا شكرا لكل من ابتسم لي أو قدم اليد المساعدة وساعدني على تحول ووصولي أمامكم اليوم في حفل تخرجي من المرحلة الثانوية لعام 1436 هجري. نحن فخورين ونحمد الله أننا خريجين مدارس التربية النموذجية. كلمة شكر قليلة في حقك والدي العزيز.